هذه ما شاء الله رخلة جذعة النعيمية سام 1,030 ريال. الرخلة جذعة النعيمية سام 1,230 ريال. الله يبارك. كم عدد قلنا؟ ست. بين أربع دفيع. بين أربع دفيع يساهم على 580. نعم. الله يبارك له ما شاء الله الماعز المشروكة. الله يبارك له يرزقه يستر عليه. هذا الدواغير النعيمي ما شاء الله يساهم 560. دواغير النعيمي يساهم على 560. الله يبارك له ما شاء الله. كله خرفان جذعان ما شاء الله كله خرفان جذعان 1650 تختار منهم. الخرفان الجذعان النعيمي ما شاء الله تختار منها على 1650 ريال. الله يبارك له. هذا الماعز الجنوبي ثلاث تحتين أربعة سامن على 1,100 ريال اللي هو الماعز الجنوبي ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك له يستر. نوع من الماعز ما شاء الله بعضهم معن على واحد ما عدا ثنتين معن على اثنين سامن على 1,100 ريال ما شاء الله تبارك الله. قلنا ثلاث معن على واحد وثنتين معن على اثنين سامن على 1,120. الله يبارك لهم الله يبارك لهم. قلنا الماعز هذولي ما شاء الله ثلاث معن على واحد وثنتين معن على اثنين سامن على 1,120 ريال. الله يبارك لهم. الماعز العارضي ما شاء الله تبارك الله. خرفان رباع النعيمي سامن على 1,770. الخرفان الجبرة اللي الرباع يسامن على 1,770 النعيمي. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. تيس مهجن يسام 730 ريال. التيس مهجن يسام 730 ريال حق بر حق كشته. الله يبارك. ماعز ما شاء الله كل مشروكة كل واحدة مع واحد سامن 960 ريال ما شاء الله تبارك الله. هذا عياله ما شاء الله. الماعز المشروكة كل واحدة مع واحد سامن على 960 ريال. أحلى لهم ما شاء الله تبارك الله يبارك لهم. كل واحدة مع واحد تعال حد. ما شاء الله هذا خروف ورخلة مهجن يسامن على 1,200 ريال. كم أعمار أبو نايف ذولي؟ أربع شهور. واللي واقفات ذولي؟ سومة بس نفس السومة إيه؟ والعمر أكبر شوي 5 شهور وزيادة. ما شاء الله يسامن على 1,200 برضو ما شاء. كل أذكر خرفان ريس كلهم خرفان كلها خرفان كلها هذولي وحدة رخلة يسر دي رخلة هذه اللي هي مهجنة مهجنة هذه رخلة يسامن. تكلمت معك عن التهجير. اي نعم ما شاء الله عليك اعطيتنا شوف الفرق. هذا طبعا ابو نايف سبق نزلنا مقاطع عن التهجين ومهتم بالتهجين ويشجع على التهجين. هذا انتاج تهجينه الصراحه انتاج تهجين ابو نايف. ابو نايف طبعا كل كلامه هذا يدور الخير للناس. اعطانا معلومات وافيه وله مقاطع سابقه بالقناه. ابو نايف انه المهجن يعطيك كم منظر ويعطيك ازود لحم. هذه من الفوائد اللي استفاد منها ابو نايف بطريقه التهجين. وابو نايف ما شاء الله رجل مبدع وما شاء الله بسوق وحبيب وطيب والحقيقه يتعاون مع اي واحد يبغى معلومات عن التهجين. الله يوفقه ويسر عليه ويرزقه ان شاء الله. حريات ما شاء الله خروفين ورخلتان من 1,090 ريال اللي هن الحريات خروفين ورخله ثامن على 1,090 ريال. الله يبارك لهم ما شاء الله. ماعز عرضيات كل واحده مع واحد وعيالهم ما شاء الله كبير كبيرات ما شاء الله كبيرات عرضيات ما شاء الله يثامن على 830 ريال. الماعز العرضيات كل واحده مع واحد ما شاء الله تبارك الله. كم جوالك يا ابو؟ 054 054 25 25 21 21 631. هذول العرضيات ما شاء الله يثامن الان 830 والبيع ما هو بعيد ترى كل واحدة مع واحد. الله يبارك له ويرزقه إن شاء الله يستر عليه. هذا حريات ما شاء الله خرفان ورخال يسامن على 1,040 ريال. الله يبارك لهم ما شاء الله. الله يطرح بيننا البركة إن شاء الله يرزقهم ويستر عليهم. الخال النعيم يسامن على 1,270 واللي يفردون وحدة ب1,300 والعنز الوالد اللي معهن الجنوبية مع جفرة تسامن ب1,000 ريال. ما شاء الله الجفرة العنز الجنوبية بس إنه وراء خرفان ذي سام ب1,000 ريال مع جفرة عنز جنوبية بس هذا تم ورا الخرفان هناك ما متغطي عليه الخرفان ما شاء الله ما شاء الله تبارك حليلة ماشي تمام طالعة. الله يبارك لك. الخرفان ما شاء الله جذعان حريات يسامن على 1,190 ريال. الله يبارك له. الخرفان الجذعان ما شاء الله حريات الله يبارك له يسامن على 1,190 ريال. الله ما شاء الله تبارك الله. هذا تيس ان شاء الله يسام 550 ريال ما شاء الله تيس للي بيكشتون. الله يبارك لهم. البرابر ما شاء الله يسامن على 560 ريال. البرابر يسامن على 560 ريال. الله يبارك. الجمعة قد تدالك بسوق الأغنام لهذا اليوم 13/6/1444